طيب شفنا الفيديو، ودلوقتي عايزه اسالك عن اللي احنا كنا مخلينه لبعدين، الامازيغ. تمام، احكي لنا عن الفيديو ده. طيب الامازيغ هم مش موجودين بس في الجاره، هم في الاساس موجودين برضو في سيوه، وموجودين في دول عربيه كتير، موجودين في المغرب والجزائر وتونس وليبيا. فهم قبائل موجوده من زمان، ولكن عايشين في اماكن متفرقه. فاحنا عندنا في مصر هنا هم عايشين في سيوه، وعايشين في قريه الجاره، بيتكلموا اللغه الامازيغيه، ده اللي هي الاساس، ايه يعني؟ وبيتكلم اللي هي اللغه الامازيغيه. اتعلمت يعني حاجة منها تلحق يا كريم؟ طبعا، تلحق لنك يعني عامل ايه، اوكي. يعني شويه حاجات كده، وهي مختلفه تماما عن العربيه. يعني لو احنا وقفنا ونسمعهم وهم بيتكلموا، احنا مش هنفهم اي حاجه، لان هي لغه مختلفه تماما. هم كلهم بيتكلموا اللغه دي، حتى الاطفال دلوقتي اللي طالعين الجيل الجديد بيتكلمها، فهم محتفظين بيها لحد دلوقتي، وعندهم عاداتهم وتقاليدهم، ممكن وبيتكلموا تحكي لنا عربي. شوية عن يعني العادات والتقاليد بتاعتهم؟ العادات والتقاليد شوية، الأكل مثلا بتاعهم، عندهم طبعا الأكل العادي المتعارف عليه، ولكن مثلا عندهم حاجة مثلا زي التجلانتيني. التجلانتيني دي كنت يعني اتكلمت عنها في الفيديو بتاع سيوة، إن هي أكلة تقيلة جدا، ولكنها يعني مكوناتها بسيطة، هي معمولة من زيت الزيتون والبلح، تمر، دي حاجات صحية كمان. والدقيق. هو اكلهم كله صحي، اوكي لان اكلهم كله بيتخللوا زيت الزيتون والتمر، اوكي لان هناك سيوة اصلا مشهورة جدا بالتمر، بالظبط. فتلاقي ان كل اكلهم بيخش في التمر. فدي اكلة كانت مختلفة جدا، على قد ما هي بسيطة، ولكن هي بتدي طاقة وقوية يعني. فدي حاجة من الحاجات اللي هم بياكلوها. عاداتهم بقى، هم نفسهم ليهم، تحس ان هم ليهم طبعا، لبسهم الزي بتاعهم قريب شويه من اللبس، من الزي الليبي. الافراح عندهم برضو اعتقد بتبقى 3 ايام. العريس في الفرح بيقدم للعروسه حاجه اسمها الجمار، وهو قلب النخله. فده حاجة عندهم قوية يعني، كبيرة جدا، ان هو واحد يشيل نخلة مخصوص عشان يطلع منها القلب عشان يقدمه للعروسة. احنا كده هنا فده بقى البنات هنا في القاهرة وفي مصر عامة هيبطلوا يتجوزوا غير لما يجيب قلب النخل. لازم خلاص كده تمام ماشي، ما بدل ما يجيب شبكة بقى يجيب قبل القلب النخلة، مفيش الاثنين مشكلة. الاثنين. طيب خلينا نروح بس نشوف الفيديو بتاعه ونرجع تاني. يلا بينا. جو نار في كل حته في جسمك. سيوه بقى فيها بحيرات الملح، المايه شايلاني من فوق، هي مبدئيا بتلكم الحاله. نون الحلقات قتاترت في سيوان الامازيغ المسرح. الامازيغ المصر، اول حاجه حسيتها من اول لحظه وصلت فيها سيوه هي البساطه. البساطه اللي بتشوفها في اهل البلد وفي مبانيها وفي كل شبر فيها. سيوه لسه محتفظه باصلها، واكتشفت قد ايه احنا ما نعرفش حاجه عن سيوه واهل سيوه. فخليني النهاردة أعرفكم بيهم. غرابة لسيوان. أهل سيوة هم الأمازيغ، وبيتكلموا اللغة العربية واللغة الأمازيغية السيوية. نش عيسنا عبد الحميد، نقر دغور دلكتي من مدرسة أبو بكر الصديق. أنا عيسى عبد الحميد عيسى باهي من مدرسة أبو بكر الصديق، نش حدادي من قبيلة الحدادية. وعشان أقدر أعرف أكتر عن الأمازيغ، رحت قابلت الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، وسألته مين هم الأمازيغ. الأمازيغ هم الشعب الحر، عاش في هذه المنطقة من أول مصر لليبيا لتونس للمغرب العربي كله، وهم موجودين من أيام الفراعنة، حتى في حكام في العصر الفرعوني حكام أمازيغ معروفين زي شاشنق، ده حاكم فرعوني أمازيغي موجود. سيوة يعني جمال الطبيعة ونقاء الهواء، والأهم إن سيوة غنية بالثروات اللي بتخليها على قائمة أحسن الأماكن اللي ممكن تزورها في العالم لغرض الاستشفاء والسياحة العلاجية. 30 وصول كده